السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله من بروج العقارية. اليوم جايبين لكم مشروع من أفضل المشاريع المتميزة في مدينة اسطنبول، وهو دينيز اسطنبول. يقع المشروع في منطقة بلقدوزو، تحديداً في ساحل يعقوبلو. المشروع مبني على مساحة أرض 1.5 مليون متر مربع. المشروع مطل على المارينا لليخوت. المارينا بطول 2 كيلومتر، تحتوي على مطاعم وكافيهات تخدم المشروع وزوار المشروع، ومساحة أرض خدمات المشروع 12,000 متر مربع، تحتوي على مسابح داخلية وخارجية منفصلة، أيضا إلى تحتوي على ساونا وحمام تركي وغرفة بلايستيشن ودروس للمواهب. ويحتوي أيضا المشروع على مستشفى خاص، ويحتوي على مدرسة انترناشونال وفندق، ويحتوي أيضا على نادي للفروسية. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن إلى الشقة النموذجية الخاصة في مشروع دينيز اسطنبول، وهي شقة عبارة عن 3+1 بمساحة 200 متر مربع. طبعا أول ما ندخل على يدنا اليسار موجود لوحة التحكم الانتركوم، بالإضافة إلى الدواليب الخاصة في التعليق والتخزين. راح ننتقل إلى جزء المطبخ. طبعا المطبخ زي ما انتم شايفين مساحته جدا واسعة، ويسلم أيضا في الدواليب اللي انتم شايفينها، بالإضافة إلى الغاز والشفاط والفرن والمايكروويف. يوجد أيضا باب بلكونة صغيرة تابعة للمطبخ، بالإضافة أنه يوجد باب يطلع على البلكونة الرئيسية للشقة، وهي بمساحة 13 متر مربع. انه الشقة تحتوي على اطلالة جدا متميزة. تعالوا نكمل باقي تفاصيل الشقة. الان احنا في غرفة الجلوس الخاصة في الشقة. طبعا غرفة الجلوس ما شاء الله تبارك الله مساحتها جدا كبيرة، مساحة 32 متر مربع، زي ما انتم شايفين الاضاءات والديكورات الجبسية، بالاضافة الى شبابيك تأتي على هيئة ابواب، بالاضافة الى الباب المنفذ على البلكونة الرئيسية للشقة بالإطلالة المتميزة. تعالوا نكمل بقية تفاصيل الشقة. طبعا هذا ممر الشقة. طبعا زي ما انتم شايفين الإضاءات والديكورات جدا متميزة. على يدي اليسار هنا يوجد أول دورة مياه خاصة في الشقة. طبعا تحتوي على مراية وكرسي الجلوس، وبالإضافة إلى الدش. ومن ثم على يدي اليسار يأتي اللي هي غرفة الغسيل بمساحة جدا جيدة، وأيضا تأتي بالمقابل غرفة بمساحة 4 متر في 3 متر، غرفة نوم بمساحة جدا واسعة، نستطيع استغلالها في أكثر من سرير. أيضا راح ننتقل إلى الغرفة الثالثة، أيضا بمساحة 4 في 3 متر، أيضا نستطيع استخدامها أو استغلالها في أكثر من سرير.
طبعا اخيرا راح نتوجه الى غرفه النوم الرئيسيه اللي هي الماستر روم. طبعا على يدنا اليمين اول ما ندخل هنا يوجد مساحه للملابس او غرفه للملابس. ايضا يوجد دوره المياه، مساحه جدا جميله، المغسله بالاضافه الى المروش بالاضافه الى كرسي الحمام خلف الباب. من ثم سوف ننتقل الى الغرفه، الغرفه ايضا تحتوي مساحتها جدا جميله بالاضافه الى يوجد بها شباكين وشباك يحتوي على بلكونة صغيرة بإطلالة جدا جميلة. كذا نقدر نقول ان احنا انتهينا من تصوير الشقة النموذجية لمشروع دينيز اسطنبول. اتمنى انها تكون نالت على اعجابكم. في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون المشروع نال على إعجابكم. جميع التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء. دمتم في أمان الله. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار.